قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، وده عشان تتابع معانا أقوى أفلام الرعب. بيبدأ الفيلم في مدينة بتتعرض للهجوم من الزومبي، وللأسف محدش بيعرف سبب الفيروس اللي خلاهم يعملوا كده لحد دلوقتي. وهنا بتظهر واحدة عمالة تجري في الشوارع لوحدها ومش عارفة اللي حصل معاها، لحد لما بيروح على مشهد قبل الحادثة بخمس ساعات بالظبط. وفي الوقت ده بنشوف مستشفى أمريكية كانت بتشرح جثة واحد ميت عشان الامتحان بتاعهم، وده عشان يعرفوا سبب الوفاة من الأول. والدكتورة بيم بتكون واقفة مع الطلاب بتوعها، وده عشان تشرح لهم اللي حصل، لحد لما بتروح زيو على المعمل عشان تكمل بحث عن عينات الدم بتاعتها. وفي الاخر الدكتورة بتطلب منها تعمل تحليل لواحد اسمه ماكس، واللي بيكون عنده أجسام مضادة عالية جدا على عكس الطبيعي، وبتعرفها ان دي احسن فرصة للبحث عشان تكمل مشروع التخرج بتاعها، وبتخرج للمعمل عشان تسيبها لوحدها. فبتقرر زوي ان هي تروح على المريض ده عشان تاخد منه عينة الدم، والواضح ان هو كان معجب بيها، واللي بتكون هي مش بتحبه من الاول. في الحقيقة بنعرف انها مش قادرة تعمل كده بسبب ان هو اكبر منها بكتير، وبتعمل كل ده عشان تاخد العينة منه مش اكتر، وبيوريها ان هو كاتب اسمه على ايديه. وفي الاخر بيحاول ان هو يتحرش بيها، لكنه بتطرده مع صاحبتها من المستشفى، وبيرجعوا للبيت عشان يحتفلوا مع بعض. هنا بنعرف ان هما خلصوا امتحانات والكل بيكون مبسوط جدا، وبتروح زوي مع بيتر صاحبها على المشرحة، وده عشان تجيب الويسكي بتاعها، لكنه بيعمل معاها مقلب عشان يخوفها اكتر. وبيرجعوا تاني على الحفلة، لكن ماكس بيظهر قدامها بعد لما بيتر بيمشي. بيحاول هنا ان هو يعتدي عليها، لكنه مش بيعرف للمرة التانية، بسبب ان في جثة بتقوم من الموت، واللي بتكون نفس الجثة اللي عملوا عليها التشريح من الاول. وبعدها بيهجم على ماسك عشان يعضه من ايده، وبتحاول زوي ان هي تجري بسرعة من المشرحة، وبترجع على اصحابها عشان تعرفهم اللي حصل. وقبل ما تكمل كلامها بيكون الزومبي هجم على باقي الفريق اللي بيكون تحت قيادة الدكتورة بيم اللي اتحولت هي كمان. وبتحاول زوي ان هي تهرب من الشباك بسرعة قبل ما يهجم عليها الزومبي، لكنها مش بتقدر ان هي تساعد صاحبتها سارة اللي بتموت قدامها. طبعا الاخبار كلها بتنتشر في المدينة، وبترجع تاني للقطة بتاعت اول الفيلم، وبنعرف ان دي زوي اللي بتهرب من الزومبي. وبعد خمس سنين من الحادثة بنعرف ان الفيروس بيكون انتشر في كل حتة في العالم، وان البشر الباقيين بيكونوا عايشين مع بعض في الجبل. بنعرف ان زوي بتكون هي الدكتورة الوحيدة اللي لسه عايشة، واللي بتكمل البحوث بتاعها عشان تلاقي لقاح للفيروس مع المساعدة بتاعتها واللي اسمها ليزا. وللأسف بنعرف ان الاتصال اتقطع مع المعمل اللي كانوا شغالين معاه، فبتحاول زوي ان هي تشتغل لوحدها. في الوقت ده بتيجي امها عشان تطمن على بنتها، وبتعرف زوي ان درجة حرارتها عالية جدا، وهنا بتستغرب ان العلاج مش جايب معاها اي نتيجة. في الاخر بتقرر ان هي تروح على قوات من الجيش عشان تعرفهم اللي حصل، وان في طفلة اسمها ليلى وحالتها خطيرة ولازم يعالجوها في اسرع وقت، وان هما لازم ترجع تاني على معمل بتاع الجامعة عشان تلم شوية ادوية واللي هتقدر تنقذ بيها الطفلة. وللأسف ميجان بيكون رافض الفكرة بتاعتها، لأنهم هيعرضوا نفسهم للخطر، وإن الجامعة بتاعتها بتكون بعيدة جدا على الهنا. في الآخر بيوافق على الخطة بتاعتها بعد لما بتقنعه كل الوقت، وبيبعت معاه مجموعة من الجيش عشان يحميها، وللأسف العربية بتعطل بيهم في نص الطريق. وبنعرف ان المكان ده خطير جدا عليهم، ولازم يتحركوا في اسرع وقت وقبل ما الليل يدخل. الوضع هنا بيكون اخطر من الاول. بعد شويه الزومبي بيقدر ان هو يهجم عليهم من كل حته، لكن العربيه بتشتغل في اخر لحظه، وبيهربوا بسرعه من الغابه. وهنا بيروح على الجامعه بتاعت زوي، والقوات بتقدر ان هي تدخل بكل سهوله، ومش بتحصل اي حاجه في الطريق، وبيقدروا ان هم يلموا كل اللي عاوزينه. وفي الرجوع بيكون الطريق امان مره ثانيه، لحد لما بتروح زوي على المعمل عشان تلم الابحاث بتاعتها، ومن هنا بتبدا انها تحصل المشاكل. بعد شويه بتشوف زومبي واقف قدامها، بتعرف ان هو ماكس، والفريق بيسمع صوت ضرب النار في المكان، وبيروح عليها بسرعه عشان يشوفوها. للاسف الزومبي بيتجمع على الصوت، وبيحاول ان هم يهربوا بسرعه من المكان، وواحد من الفريق بيتعض منهم. وبعدها بيهربوا من الجامعه، بتكون التوكه بتاعت زوي وقعت في ايد ماكس، واللي بيقدر ان هو يشم الريحه بتاعتها، وطبعا ممكن يعرف مكانها. في الاخر بيرجعوا تاني على الجبل بتاعهم، والقائد بيعرف ان فرانكي بيكون مات، وطبعا بيزعل عليه جدا، وبيفضل يلوم في زوي. في الوقت ده بنعرف ان ماكس كان معاهم في العربيه طول الطريق، واللي بيقدر ان هو يدخل على المخبأ بتاعهم في الجبل. بعد شويه بيبدا ان هو يمشي في الفتحات بتاعه التهويه عشان يدور على زوي، وبيشوفها مع الطفله ليلى وهي بتديها العلاج بتاعها. ولما بترجع تاني على الاوضه بتشوف ماكس قدامها في الممر، وبتحاول ان هي تهرب منه بسرعه، وبتشغل جهاز الانذار في كل حته. للاسف بنعرف ان ماكس مش قادر يعضها عشان بيحبها، وبتقرر ان هي تخلي الفريق يسيطر عليه، وده عشان تعمل الابحاث بتاعتها. وهنا القائد بيطلب من القوات ان هم يخلصوا على ماكس في اسرع وقت، لكن زوي بتعرفهم ان هو لسه ما تحولش تماما للزومبي. ولما بتحط ايديها قدامه بنعرف ان هو لسه واعي ومش بيعضها، والقائد بيدي اخر فرصه لزوي، وده عشان يمكن توصل لحاجه. وهنا بتعرف ان في اعضاء في جسم ماكس لسه شغاله زي المخ والقلب، وبتحاول ان هي تاخد منه عينه من الدم باي طريقه. وبعد شويه بارك حبيبها بيدخل عليها عشان يطمن، وبتعرفه ان في هرمون مختلف في دم ماكس بتخليه ان هو قادر ما يتحولش تماما للزومبي.
وإن ده اللقاح اللي هم بيدوروا عليه من بدري، وبتطلب منه يجمعوا شوية عينات من الزومبي اللي لسه عايشين، وده عشان تقارن بالنتيجة ببعض. طبعا بارك بيكون متردد في الخطة بتاعتها في الأول، وبعد وفاة صاحبه فرانك من كام يوم في الآخر بيوافق إن هو يساعدها على جمع العينات. وبالليل الفريق بيقرر ان هو يخرج بهدوء عشان القائد ما يعرفش، وكل حاجة بتكون ماشية طبيعي، وبيقدروا ان هم يلموا اكبر عدد من العينات، بس الزومبي بيكون قرب عليهم وكتير جدا، وهنا واحدة من الفريق بتتعض منهم، والقائد هنا بيعرف كل حاجة بسبب صوت النار بالنار اللي بيعلى في المكان، وهنا بيتعصب على زوي اللي بتكون مهملة في خطتها، وبيعرفها ان الخطة دي هتخلص عليهم كلهم، وبيقتل البنت اللي اتعضت من الزومبي. هنا بارك بيكون متضايق جدا من القائد بسبب طريقة كلامه معاها، وبيعرفوا ان هم لازم يضحوا شوية عشان يوصلوا اللقاح بتاع الفيروس. والقائد بيقوله ان زوي مخبية حاجة كبيرة عنهم، وان هو شاف اسمها على دراع ماكس، وبيكون مستغرب ان هي رفضت موته لحد دلوقتي. فبيروح بارك عشان يسألها عن موضوع اسمها، وبتقوله ان ماكس كان معجب بيها من زمان واعتدى عليها اكتر من مرة لكنه معرفش، وانها محتاجة العينات بتاعته مش اكتر. وهنا بيعتذر لها بارك عن شكه فيها، وبتقرر ان هي تكمل الابحاث بتاعتها لحد لما بيدخل باقي الفريق عليها. بعد شويه بيحاولوا يعرفوا منها وصلت لايه، وفي الوقت ده ماكس بيهجم على واحده من القوات وبيقدر ان هو يضربها بكل سهوله. ولما بيرجع باقي الفريق عشان يلحقها، بيقدر هنا ان هو ياخد المفتاح من مارك من غير ما ياخد باله، وبيرجع تاني طبيعي عشان يهرب بعدين. في الوقت ده زيوي بتعرف حاجه مهمه جدا، وان دم ماكس ممكن يكون لقاح لعلاج البشر، لكنها ما تعرفش ان هو واقف وراها دلوقتي. وفي الاخر بيقدر ان هو يهجم عليها يموتها، وزيوي بترمي عليه مواد كيماوية عشان تخرج من المعمل، وبتندى على باقي الفريق عشان يلحقوها. لما بيرجعوا للأوضة بيعرفوا ان هي فاضية، وبيعرفوا ان ماكس كمان بيكون اختفى من قدامهم، والفريق بيرجع تاني عشان يجمع الناس في كلها واحدة. وبعد شوية زيوي بتشوف الطفلة ليلى خفت من المرض وماشية قدامها من على السرير، لكن للأسف بتشوف امها اللي قدامها تحولت لزومبي، وده طبعا بسبب ماكس. بتحاول الطفلة ان هي تهرب بسرعة، لكن بيظهر ماكس قدامها، واللي بيقدر ان هو يقتل امها، وبيخطف الطفل عشان يهدد زيوي بيها. بعدين بنعرف ان هو عاوز يخرج معاها من هنا، وهو هيسيب الطفله، وللاسف زيوي بتكون مجبره ان هي تعمل كده على البوابه. هنا بيشوفوا زومبي كتير جدا بيهجم عليهم، وماكس بيقدر ان هو يدافع عنها، وفي الاخر بارك بيقدر ان يستغل الفرصه، وده عشان يضرب عليه رصاصه، وبتقدر زيوي ان هي تهرب منه في الاخر. وللاسف الطفله ليلى بتخرج من المكان بسرعه بسبب الفوضى اللي في مكان، وبتروح وراه عشان تلحقها. هنا بيروح ماكس عليهم عشان يدخل معاهم في الجبل، وبيقدر ان هم يشوفهم مستخبيين في المشتل بتاع الزهور، وبيدخل وراهم على طول. بس بتقدر زيوي ان هي تخلص عليه عشان ترجع تاني للمعسكر، وبتعرف ان الزومبي بيكون كتر جدا قدام البوابه. واحد منهم بيعض بارك من ايده، والقائد بيقرر ان هو يقفل البوابه مره تانيه عشان يحمي باقي الفريق، لكن بارك بيكون رافض الفكره لان زيوي بتكون لسه بره. وهنا واحد من الزومبي بيهجم على القائد عشان يخلص عليه، وبيحاول بارك ان هو يحمي الفريق اللي كلهم عمالين يموتوا ورا بعض. في الاخر بارك بيقدر ان هو يفتح البوابات مره تانيه عشان يدخل زيوي، وبيكون حاسس بالاعراض بتاعه الفيروس، وبيقرر ان هو يقتل نفسه. فزيوي بتعرفه ان هي قدرت اخيرا توصل للقاح، وممكن تعالجه بدل ما يموت نفسه، وبتقدر ان هي تعمل كده، وفي الاخر الخطه بتاعتهم بتنجح. بنعرف ان الناس كلها خدت حقنه ضد اللقاح، والكل بيكون مبسوط جدا وبيرجع لحياته الطبيعيه، عشان يخلص الفيلم لحد هنا. فما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشترك في القناه، ولو عندك اي اقتراح لفيلم رعب او اكشن اكتبه لنا تحت في الكومنتات. واشوفكم ان شاء الله في فيلم جديد. سلام.